يا ساتر، قطعت النسوان وسيرتها والرجاله اللي انياه. ايه دي؟ تجيش شطل النسوان كده كلهم نخلص منهم ونرتاح؟ لا نرتاح ايه، ده كده هنتعب. ايه والله، لا ده انا تعبت اهو، تعبت قوي. انت بتعملي ايه؟ بسم الله يا بيت. يا لهوي يا بيت، يا لهوي يا عمدة. راح فين؟ لا تعالي معاك، هو انا هسيبك يا بيت؟ انت يا بيت العمدة كده اهو اهو. ست فاتني هتشوفنا يا سيد العمدة. انا ماليش دعوة، انت كده جايه جنب السلاح وكده ممكن السلاح يطول. يا بيت يا بيت، انا عايز ادوق المانجا اشوف هي عويس ولا هي زبديه يا سيد العمدة، ولا مانجا ايه بالظبط يا سيد العمدة؟ بقى يا بنت عمدة، ايه ده انت العمدة، ده انت عمدة العمل. ست فاتنا هتشوفنا. انا مش عارف ما تجيبيليش سيرتي، كلميني عن ناني يا بنت. انا بحبك حب ما حبوش الاحباب للحبيب، يعني حبك بيه حب جامد قوي يا بنت. انا واخد بالك انت ازاي؟ يعني انا لما بشوفك كده واخد بالك انت. اهدي اهدي يا لهوي يا لهوي يا بنت، اسكتي بقى بلا فاطمه بلا بط. بصي غمضي وشك، غمضي وشك واسكتي خالص يا بنت. اسكتي بقى بلا فاطمه بلا بطه بقى، مش كل حاجه فاطمه. فاطمه انت اللي طلع عليك فاطمه. بصي لاني عبريني اني، يعني استعنيني اني، اني واقف قدام منك اهو. سيبك بقى من ايوتا حد تاني، اني وانت لوحديني وبقيت ايه. شفتي يعني اللي اتكسر يصل يا ست؟ هي بتاعتي ما تولع. قولي لها العمده اللي كسرها، انت مالكيش صالح بحاجه. انا اكسر اللي انا عايزه وادشدش اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه وقت ما انا عايز، واخده بالك انت ازاي؟ اصلاني يعني انا من ساعه ما انت جيت البيت هنا اهو، وانا زي ما تقولي يعني ايه يعني ايه. يا اخويا مشمشوك مشمشوك ومرمرك ومنيلك بستين نيله. غوري يا بنت غوري، امشي. استنى انت رايح فين؟ البنت كسرت اللمبه. والنبي ده انا اللي هخسر رقبتها ورقبه اللي اتشدد لها اللمبه بقى. هي كده بعد كل اللي عملته عشانك تعمل فيا دي كده؟ انا عملت ايه؟ ايه وانا مش عارفك لما انت عارفه اهو. حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل فيك بعد ما بيع جوزي وابو عيالي وعيالي كمان تعمل فيا دي كده. يا بنت انت فاهمة غلط خالص. امال ايه الصح يا اخوي؟ ايه الصح؟ انت مخك راح لبعيد. راح لحد فين؟ فهمني وقولي. ما بالراحة. طيب عشان افهمك بالراحة واحدة واحدة. انا قاعد على المكتب بشوف شغلي، ومالبنت واقفة ومتكسرت اللمبة. اسيب ايه؟ مال سايب ده؟ مال حرام يعني؟ يا قلبك يا مطلق صدق يا مطلق. يا بنت يا بنت يا هبلة انت، وانا يعني هبص لواحدة زي دي؟ معقولة؟ أنا هبص لها؟ لا ولا ده تتعمي عينيا إن أنا أبص لها. ده أنت الحلاوة كلها والجمال كله. إيه والله، هو في أحلى من كده؟ يعني كمنها حلوة يعني؟ لا هي ما تملاش عين، أنت بس اللي تملى عين. هو كلامك الحلو ده اللي بيخليني أسامحك. طب بقول لك إيه بقى؟ اتخيب اتخيب، أنت فاكرني نسيت ولا إيه؟ هي نيتها مش صافية، البنت نيتها مش صافية. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني لا ديه ولا ديه؟ الزعيم ملوش لازمه يا حسان، ما انت عارف كل حاجه. اسمع كلامي. انا مش هسكت ولازم اعرف الضلالي ده راميني هنا ليه؟ ايه هو انا فتحتك ولا ايه؟ انا هتقعد تجعر وتزعق تاني؟ انا ورايا بيت وعيال صغيرين. انت يا عمده راميني هنا ليه؟ عايز اخرج لهم. خلاص خلاص اديك زعقت شويه، سيبني بقى الف سجاره. الهي يعمر بيتك. انت يا غفير يا زفت انت. نعمين يا حضرة العمدة. انت وقفت السير معاه؟ الكلب ده لو صوته طلع تاني تحط له بلغة في بقه تخرسه بيه. حاضر. انت لمين هنا ليه؟ والله بقالك صوت يا حسان، وبقيت بتزعق وبتتكلم. بس الحق مش عليه، الحق علي يعني وعلى طيبة قلبي. انا لو كنت خليتهم حبسوك بتهم ضياع سلاحك الميري كنت عرفت ان الله حق. انا عارف ربنا كويس وعارف انه حق. الدور والباقي اللي ما يعرفش ربنا من الاصل. تقصد مين يا هلا؟ انا قصدي اقصدك انت. ايوه انا خلاص ما عادش يهمني وما عدتش اخاف منك يا عتمان. عتمان كده اهو من غير لا عمده ولا حاجه ابدا.
عمدة؟ هو فين العمدة دي؟ يعني ماليش عمدة والبلد كله ما فيهاش عمدة، ودلوقتي بالأخص هي عمرها أصلا ما كان فيها عمدة، دلوقتي بالأخص البلد ما فيهاش عمدة يا عثمان. الله بروح عليك يا والي، الولد جالنا الرسمي، البلد ما فيهاش عمدة يا ابن العبيط. ايه؟ أمال أنا بقى ايه؟ خيال مات؟ ايوه، العمدة ده اللي يخاف على أهله ويساعدهم على المعايش، يرعاهم ويعليهم، مش يسرقهم ويمص في دمهم. ايوه، علمني يا والي، فهمني يا والي، نورني، منك مستفيد يا اخوي. انت شايف بقى ان البلد ما فيهاش عمده مش كده؟ ايه، انا بقى هوريك البلد فيها عمده ولا ما فيهاش عمده. انت يا غفير يا زفت انت. نعم. سامع الهبل اللي بيقوله ابن العبيطه ده؟ تروح دلوقتي بقى تلم لي الغفر كله وتسحب لي الحمار ده على بره وتجيب لي معاه كربان عشان اوري البلد كله اذا كان فيه عمده في البلد دي ولا ما فيش. تعمل ايه؟ واقف يا عم. ايه هنا اهو؟ ارميه في الارضية. ايه؟ البلد ما فيهاش عمدة، ما فيهاش كبير. انا هوريك الكبير مين؟ هوريك البلد فيها كبير ولا ما فيهاش؟ بص يا بيت، بص يا بيت، البلد ما فيهاش كبير. انا هموت انا عارف ليه؟ انا بضربه عشان هو قال كلام انفجاتي وتصرف تصرف غير مسؤول. أنا البلد ملهاش كبير، أنا هوري البلد كله فيها كبير ولا ملهاش كبير، فيها عمدة ولا مفيهاش. اللي ملوش كبير يتضرب على بطني على البيتونة، واللي ملوش ده ينفخ في الزبادي. أنا الكبير بتاع البلد دي، حد في البلد دي شايف إن ملهاش كبير؟ حد له وجهة نظر؟ إيه؟ حد قول فات انت يا عالي؟ يا جيزم يا بهاي، ليه كبير ولا ملهاش يا عالي؟ ليه على ذلك لله؟ قال ليه سقفوله سقف يا عدي التوراة، سقف يا عالي الطبلة يا عالي. وانتهى، مش هتصدقوا اللي حصل. ايه بس يا ستي منتهي، انا اعصابي خلاص ما بقيتش فيي. البيل مأمور. ماله البيل مأمور؟ عمل ايه؟ قدم بلاغ ضد العمده بتاعكو، بيتهموا انه لم الشباب بحجه انهم مطلوبين للجهاديه وانه بياخد منهم فلوس عشان يزوغ لهم ولادهم من دخول الجيش. وطبعا العمده عمل المصيبه دي من دماغه هو، لان ما كانش في امر عالي بكده. يعني هو كده بقى متهم باستغلال منصبه في النصب على الفلاحين وانه غير امين على البلد ولا على منصب العموديه. ده سي خالد به المأمور ده طلع ابن حنت بحقه حقيقة اهو. شفتوا بقى؟ بس ليه؟ ايه اللي يخلي به المأمور يعمل حاجة زي كده؟ انا عارفة المأمور عمل كده ليه. يلا بينا اواه. ايه يا بنتي؟ عارف ايه؟ هننزل الباب، انا واثقة ان المأمور مستنينا دلوقتي يا ابو العيلة. يلا بينا، هجهز واجي معاكم. مستنيين. يعني يا جناب العمده، يعني بعد اذنك، يعني هو حسان كان عمل ايه عشان ينهان كده وسط الخلق هو والست بتاعته؟ انت مالك انت؟ انت تهرس خالص. مالي ازاي يا عمده؟ ده انا واكل معاه حشومه. اسكت يا عمد. امشي. روح جاكوا البلاوي. ليه الافتراء ده يا عثمان؟ الافتراء وحش. هما ما يجوش غير بكده، بالك انت اني لو تطيت هيركبوا. وهو لازم ان يكون في وقفه بقى يا عم الشيخ محمود، ولا ده كمان محتاج دليل وشهود؟ ده فضل يضرب في حسان ومراته من غير رحمه وعلى عين الناس كلها، ولا كان همه حد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا نروح له ونطربقها على دماغه. استنى انت بس، البلد دي بقت وقع ما بين عثمان وجبروته وبين ابو العلا والحربيه مراته دي. هما الاتنين بيبيعوا ويشتروا في اعراض اهل البلد، وكمان انطاروا على اراضيها وخيرها. وبعد هنا بقى يا عم الشيخ محمود،
انت راجل عارف ربنا ولا يمكن ترضى باللي بيحصل ده ابدا. شو رأينا نعمل ايه؟ ما احنا لازم نعمل حاجه. لما نلبس تروح بقى على راي اللي قال ولا نسيب البلد ونطفش؟ يا حكمتك وجمالك يا رب. شوفوا رب العزه قال ايه؟ ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني ربنا يمد للظالم ويسيب ويظلم عشان نهايته تبقى قاسية قد ما ظلم. بس إذا كان رب القوة والجبروت بيمد ويمهل، احنا كمان لازم نسمع ونتروى. ما نروحش كده من باب ونص ونشابط ونهيج الدنيا على العمدة ونعملوا لنا حاجة طايشة مثلا. احنا لسه هنسمع منه وهنتحدث وياه. نسمع ايه ونتروى يا عم الشيخ؟ بقول لك والناس دي تقول لك ده كان مدور الضرب والسحل في حسان ومراته في الوسعيه كده بره الحجز وبره الديوان. ده كان عامد متعمد يفرجنا على خيبتنا القويه. ده ما خلاش حد في البلد الا لما زلوا قهر وكان حقه. والله لو ما شفتوش حل معاه لنولع فيه وفضار ونولع في البلد كلتها كمان. ادام ما فيهاش فايده بقى يا جماعه الكلام يبقى بالراحه كده حبه. ما تخلوش الحماسه تاخدكم قبل ما تحسبوها. اسبوكي يا لملوم باشا. شوفوا العمدة عثمان ليها على الناس النصيحة، فإن لم يطعس وجب على كل فرد في البلد دي إنه يجاهد ويوقف وشه ويقول له لا. خير الشهداء حمزة، ورجل قام عند حاكم ظالم فنهاه فقتله. صدق رسول الله صلوات الله عليه الصلاة والسلام. يسلم فمك يا شيخ محمود، عايزين نبطل خبا يا رجالة. صح الكلام ده، بس اللي يستجروا ويعملوا كده قليلين قوي. يا راجل له ما تقولش كده، الحق دايما ناسه كتار. لو يهشوا الليل راح تفرج بالنهار. احنا كلنا حنقف في وش الظلم والظالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بشيخ محمود؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يا شيخ عيسى احب على ايدك يا سيد فاطمي، والنبي خليه يسيبه. هو ايه بس اللي حصل يا بنتي؟ ما تفهميني. العمدة خد حسان جوزي على الحجز. يا لهوي. وضربه بالكرباج لما هرجت تيتو، وضربني كمان. ليه كده بس؟ عمل ايه اللي ينصف على عمره ده؟ والنبي يا اختي ما عمل له حاجه. ده خرج يجيب لنا فطار اني وهو والعيال، ولما غاب سالت عليه الغفير كامل قال لي العمدة خدوا على الحجز. عشان ايه بقى؟ مش عشان حاجة. والنبي يا ست فاطمي ابوس على ايدك. والنبي يا بت، بس يا بت انا هشوف صرفة. خلاص هدي نفسك كده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روحي يا حنان على بيتك يا بت. اهلا وسهلا. ندمنا العمدة يا فاطمة، عايزينه في كلمتين. ايه ايه اللمة دي؟ عايزين ايه؟ الناس عايزة تعرف وتفهم اللي حصل مع حسان ومراته ده كان ليه يا عمده. ناس مين يا اخوي؟ وبعدين دي مساله امنيه بحت، يعني محدش له دخل بيه. يا راجل لا، امنيه بحت تيه؟ حسان بقي خطر على الامن. اه والله حسان الغلبان خطر على الامن. يا حلاوه يا اولاد، انت قاعد تخرس انت خالص. وبعدين يا محمود انت جاي تعلمني شغلي؟ العفو يا ابوي، ما قلناش كده يا عتمان. يا حضره العمده، تهمه حسان ايه بالظبط تاني؟ وبعدين انت بتسأل ليه؟ انت نفسك يعني دخلك ايه بموضوع زي دي؟ وليه من الرجالة دول ودخل عليا هنا وبتسألني السؤالات دي ليه؟ انت يعني كمان غاوي مشاكل ولا ايه؟ بلاش من كلام الشيخ عيسى، اسمع مننا يا عثمان. وانا لسه هسمع منك يا ابوي. لازم تسمع وتفهم. البلد فاض بيها خلاص يا عثمان، والناس طهقت من حياتها. باقي قشاية صغنطرة وتدمدم فوق دماغك. ما تدمدم فوق دماغك ودماغ اللي جابوك، وتسود عليك كلكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قولي حاجة يا فاطمة، قولي حاجة لجوزك ده. أني؟ أيوه أنتي. ولا أنتي حسان اللي كان ياما حاجة على عيالك ورعاهم، ما بقيش يهمك خلاص يا فاطمة. أني؟ وأني إيش فهمناني في شغل العمودية؟ عثمان هنا هو العمد، يعني هو القانون. ولا انتوا يعني عايزينها من غير لا ظبط ولا ربط؟ وبعدين اللي يعملوا العمده ما واجبش حد يراجعه فين؟ والله عالي يا فاطمه، الكلام ده
يا هو سمعتها اهي قالت لك ارتاح. بقول لك ايه يا اخوي، تعالى اما اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك. كل مش عاجبه كلامك يا اخوي يبقى يروح يشرب من البحر. نشرب من البحر؟ نشرب يا ابوي من البحر ونستحمله ميه المالحه، لكن لما هنقدروش نستحملوه ولا البلد راح تستحمله، عمايلك يا عثمان ولازم تلزم حدك عاد. الزم انت حدك واتكلم على عدك. انت بتكلم العمدة يا علي؟ ملوش لازمه الكلام معاه، مفيش فايده خلاص. يعني وبعدين يعني؟ انت تخرس خالص، ما اسمعش حسك. وبعدين انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي اطلع بره، يلا خد الحماس دول وروح على بره، يلا وعيبانات اللي قاعدين معايا يلا بره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يلا غور، قد غورك ده اخوك كلكم. ازيك يا ابو العلا يا باشا؟ ازيك خالد بيه؟ اتفضل. شكرا شكرا، شرفت ونورت يا بيه. الله يخليك. اعرفك بمنتهى هاني من الناس الكمل. اهلا وسهلا. ايه يا خالد بيه، معرفتنيش؟ انا منتهى هاني. احنا نعرف بعض كويس قوي، بس تلاقيك مش واخد بالك. بصراحه انا فعلا مش واخد بالي. ايه ازاي بس يا خالد بيه؟ دي من اكابر مصر. ايوه 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 يا دي الدنيا دي صغيره جدا، بس انت وقتها ما كنتيش منتهى هانم يا منتهى. ولا انت كنت مأمور ولا به يا خالد بيه. الله، ده انت معارفك هي معارفه ولا لا بيه؟ امال تصدق يا باشا اللي عملته في العمده ده جاب دغه بصحيح. انا النهارده بس اقدر اقول ان احنا بقينا ايد واحده. انا كلمتي واحده يا راوية، اقصد يا راوية هانم، لما اقول انا معاكي اقصد انت وابو العيله دي ومنتهى هانم بقى. واحنا هنا يا خالد بيه كلنا هنا واحد. قولي بقى يا باشا ايه اللي بعد كده؟ بقى ايه يا راوية؟ الا بقى سيادة البيه المأموره ودماغ متكلفه، افكرش ايه اللي هيحصل بعد كده. انا كنت عايز اخدم والله مش اكتر من كده، بس هو نعمل خدمه على راسنا من فوق يا خالد بيه، بس برضك لازم نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. خلاص يا ولاده، العمده بقت ايام معدوده وغلطاته كترت، والناس في البلد بقت بتغلي منه، ولو اللي فوق ما شالوهوش البلد كلها هتولع. يعني البلد هتفضل من غير عمده؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم يعينوا عمده جديد. طب مين بقى اللي هيكون العمده ان شاء الله؟ يعني ابو العيله بيه كده ما ينفعش؟ هو في احسن من الافضل من ابو العيله بيه؟ والله حضرتك حرقت كل اللي كنت عايز اقوله. بلسني يا عثمان. ايه دي لابسه كده وراحه على فين؟ هكون رايحه فين يعني؟ هروح بس كده يعني شقر على البنت زينب حكم يعني هي. وانا سامع ان البنت كويسه والحمد لله فيهاش حاجه يعني، راحه فين بقى؟ بقول لك ايه يا عثمان صحيح؟ هو الواد حسان كان عمل ايه؟ وانت مالك انت بحسان وباللي عمل؟ الحق علي. ايه والله الحق علي، الحق علي ان انا خدت صفك انت، مع اني كان المفروض اخد صف الواد حسان. ايوه كان لازم اخد صفه عشان انا عيالي عنده، لكن انا خفت عليك وعلى مصالحك، عشان كده انا بسالك دلوقتي، حصل ولا ما حصلش؟ حضرتك الحمد لله. ايه ده؟ حصل امتى ياض الكلام ده؟ في التو والحال، من يجي ساعه كده. المسألة بقى إنها دخلت في الغويط. خير يا أخوي؟ هو الغفير ده قال لك إيه؟ قلب صحنتك كده. الزفتة اللي اسمها راوية والدلدول اللي معاها راحوا للمأمور. إيه؟ اسمع عادي يا وائل. نعمين جنابك. أنا عايزك تفتح مخك معايا كويس. أنا عايز قعدات الشاي اللي أنت بتقعدها أنت والغفر دول بدل ما تقعدوا كده في الفاضي، تبقى القعدات دي في المليان المفيد. فاهم؟ مش فاهم يعني الصراحة قوي كده. طب فتح لي دماغك شوية. بدل ما تقعدوا كده ترغوا مع بعض وتتكلموا في الفاني، لا انا عايزكم تقعدوا في وسط الناس، تقعدوا مع ده وديكها ودول ودول هم ودول، يعني تقعدوا مع اي حد وتسمعوا الناس بتقول ايه، بتتودود في ايه، بتهمس في ايه، بيفكروا في ايه. وخصوصا الزفت اللي اسمه عيسى ده اللي انا جبته لنفسي، والتاني الاولاني اللي اسمه محمود ده، والواد بتاع الطاحونه ده اللي لسانه سابق بقه ده اسمه ايه، غباشي. انا عايزك تجيب لي الاخبار كلها. فاهم ولا مش فاهم؟ حاجات فهمت، حاجات كتير فهمت. ايه احنا هنتخفى
أني ألبس لبس كامل يفتكروني وائل، ونقعد في وسط الناس ونجرجرهم في الكلام ونشرب معهم الشاي ونخليهم يقولولنا على كل الأسرار ونجيب لك كل أخبار البلد. ياك يجيني خبركم نفر نفر، وياك تختفوا مش تتخاف. غور ياض من هنا غور، امشي. حاضر جنابك. لا 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 يا عثمان، لا يا أخوي، يعني كده الفرطة ده يلعب في عبي. مولاني عامل ايه بس؟ انت لازم تلم الناس حواليك وتزعق فيهم بالقوي وتقولهم ان ميعاد المديونية قرب، واللي مش هيدفع ويسدد اللي عليه الحكومة اولى بيه. ساعتها بقى هيتهتوا هتي ما بعديها قومي. يا دي الناس، تجي الشرطة تاخد اهل البلد كلهم وتريحني منهم؟ ايوه يا عتمان، ايوه يا اخويا، لازم تعمل كده. لازم الناس تعرف ان انت لسه نبك ازرق، وان انت لسه كبير وقدر تضرهم وتزلهم، بس طيبه قلبك هي اللي منعك عنهم. ايوه طبعا، امال ماني عارف. احنا بقى ما نعرفش الناس دي ناويه على ايه، عشان كده لازم ناخد حذرنا. لا يعملوا عامله كده ولا كده من وراني. بقولك ايه يا عثمان، انا عايزك تدخل يا اخويا كده تقيل لك ساعه، ايوه ساعه بس، وتصحى كده بقى فايق لي، اكون انا رحت شقرت على العيال ونقعد نمخمخ انا وانت ونشوف هنعمل ايه. انت برضه هتخرجي؟ ايوه يا اخويا، ماني لازم نروح شقر على العيال، قلت لك. طب بسرعة بقى ما تعويش. حاضر يا اخويا، انت تؤمر بالاذن. الهي تنشل بايديك ورجليك يا بعيد، هو ايه ما بيفتكرش ربنا دي خالص؟ بس ما ظنش هيعمل فيكي كده، انت وحسن من غير سبب. كان حسن قال لي يا خالي وما قام السياح ما عمل له حاجة. يمكن حصل حاجة وما قالكيش. ابدا، كنت هعرف، كان حسن قال لي. طب اقول لك انا ظنيت بايه لما عرفت بموضوعك؟ قولي يا خالد. ظنيت ان عثمان، يعني وده اغلب الناس بيقولوه، ان عثمان رايدك زي ما عمل مع فاطمه، ولا اعوذ بالله. كنت جايه في كلمتين كده وماشيه على طول. فاطمه ازيك يا حبيبتي؟ خطوه عزيزه، اتفضلي يا حبيبتي اقعدي. اقعدي واقفه ليه؟ خير يا فاطمه؟ عثمان بيلم اهل البلد علشان خاطر المديونيه اللي عليهم. وبعدين؟ والناس دول زي الغنم، مطرح ما هترملهم حزمة البرسيم هيجروا عليها جري. ودي فرصتك يا ابو العلا. قصدك ان البلد دلوقتي في حزب بيس، وهيروح يدفعوه اللي خدوه مني حق شرط ارض. يعني لو انت وقفت جنبهم في الحزب دي هتبقى انت الكبير اللي ساعد الغلابه ومد ايده ليهم، وهتبقى فوق الرقاب يا ابو العلا. انت بتفكر في ايه؟ انا لازم امشي عشان انا قلت لعثمان ان انا عند العيال. ما بدري يا فاطمه، ما تخليكي قاعده، انتي منسان يا انس مقدارك. فاتكم بعافيه. الله يعافيك يا فاطمه. ما تنساش تقول على العيال. مش هنسي. ربنا يخليك ليهم يا اخوي. فوتكم بعافية. ماني زي زيك يا حسان، احنا الاتنين مضروبين ومنضمين زي بعض. ولو انت بس اللي مضروبين ومتضامين يا كامل، ده البلد كله يبقى اهله وناسه.
عثمان خلاص طاح في الكل وافترق، ما خلاش فيه لا كبير ولا صغير، ما خلاش الا الكندل دول محاسيبه اللي وليه ليهم وياه مصالح. بس تعرف يا علاء كامل، قالي فرحان قوي. اي والله قالي فرحان بالجامد. وايه اللي مفرحك؟ فرحان انني عرفت اقول له الكلمتين اللي كان نفسي اقولهم له طول عمري. عرفت اقول له يا ضلالي يا اللي ما تخافش ربنا، اني زي ما يكون كنت مسجون وخرجت من سجني، اني بقيت حر نفسي يا ولي، اني روحي ردت فيه. ده اني بقالي سنين وسنين شايل الحمل ده فوق ضهري، واخيرا ارتحت منه. ايه بس مش حاسس في نفسك الحاجه واحده؟ ايه اللي حاسس في نفسك يا حسان؟ حنان، البنت حنان انضربت بالجامد قوي، دي غلباني. من لك لله يا عتبان، من لك لله. شوف بقى مبروك، انا بعد ما قعدت مع الواد ابو العيله واتكلمنا مع بعض، يعني خدت الكلام اللي قلناه سوا ده وقعدت اخد ودي مع نفسي فيه، وبعدين قعدت اخد ودي مع فاطمه. ام فاطمه بقى قالت لي ايه؟ يا دي فاطمه اللي طالعه لنا في كل موضوع ده يا عم. طب ايه قولك بقى؟ انني حاسس ان نهايتنا هتبقى على ايدين فاطمه وبسبب. شوف قول اللي تقوله، انا بنقل لك احساسي وخلاص. ايه ده؟ طب بس 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 خلينا، طب بس في المهم دلوقتي ميعاد المديونيه اللي لنا عند الفلاحين جه، وماني بقى ناوي اشد على الفلاحين جامد قوي، يعني اعمل ايه بقى؟ استنى يا عمد قبل ما تقول لي تعمل ايه وتسترسل في الكلام، الاول انت مأمن المأمور في الموضوع ده؟ المأمور؟ فكرك يعني انه لا 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 يمكن ابدا طبعا، ده هو نفسه له يد في الموضوع ده، ده هيروح في 60 ده. لا يا عمد مفيش عليه ولا دليل، وما تاخذنيش يعني انت كنت ولا زلت، انت اللي في الصوره قدام الناس. الا يعني لو المأمور حب يشيلها لك انت هتشيلها لوحدك؟ سبحان الله. ايه دي؟ لا 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 يا اخي لا يا عم، ما لاقيش وما تشوحليش كده. ايه احرق الكلام كده وشوف. موضوع الجهاديه ده موضوع مش سهل ولا هين. الجهاديه في السياسه جريمه، وجريمه كبيره قوي كمان. ايه يا مبروك؟ فيه ايه؟ ده انا جايبك تقف جنبي وتساندني وتساعدني وتشور علي، تقول لي اعمل ايه ما اعملش ايه، تقوم تقلقني وتوغوشني وتقلب الدنيا فوق دماغي. أنا برضو عثمان، الظاهر إن أنت ما بقتش تحب تسمع غير الكلام اللي يريحك وبس، إنما الحقيقة بقت بتتعبك. فتك بعافية يا عمدة. أيوة فاكرة معنات الآية، هو مش أنت قريتها وأنا فهمت؟ طب طب سمعيني كده يا حفيظة، معنات الآية الكريمة إن ربنا هو الوهاب، وإن هو اللي بيرزق إن البطن تشيل، وهو اللي بيأمر إن يجيب الروح الحية للدنيا عشان تمد ذكر أبوه وأمه في الدنيا. تمام تمام يا حافظة تمام. تعرف إن أنا عشت عمري كله نفسي خلف لي عيل، لما كنت خلاص هتجنن، بس دلوقتي انا خلاص ما بقيتش عايزه اخلف من عثمان. سبحان الله، هو كمان يا بنت يا عبيطه، يا بنت يا عبيطه، انت حبله حبله باللي احلى واغلى من العيال، انت حبله بالرضا، حبله بالزهد وبالدنيا واللي عليها، بالسعادة الكبيرة يا حفيظة. يا رب يسمع منك، يسمع منك ومني. يا رب ازهد الدنيا، يا رب حببني فيك، يا رب حببني فيك يا رب. يا بنت الدوار فاضي علينا، يعني معقوله نقعد كده مقدمين والدوار فاضي ما فيهوش الا انا وانت؟ حتى عيب، ما يصحش والله ما يصح. عارفه يا بنت عمده ايه وليله ايه؟
انا كنت عايز اسيح الزيت ده عشان ادوق المورتي. اهدي الحاني يا عيني يا فاطمه. روحي انت شوفي فيها ايه. روحي روحي على ماك. بعد الشر عليك يا ستي. مالك ملي على جنابك غور انت بالذات مالكيش دعوه. فيها ايه يا فاطمه؟ ايه اللي حصل؟ الحاني عتمه بنت الكلب اللي واقفه وراك دي قلب شافتني قدام الدوار راحت نازله على بطني بالشومه عايزه تموتني وتسقط العمده الصغير يا اخويا. اه يا بنت السفله انت كده ناويه على موتك بقى. انت عايزه تموت العمده ابن العمده في بطن امه. دي هي اللي موتتني وذبحتني بعد ما خربت بيتي. انا يا بنت الرفض يا كدابه. الا صحي يعملوها ويخينه. طب اسال يا عمده اسال الغفير وائل ولا اسال عم فوزي هم اللي هيقولوا لك. اه يا لفافه يا كدابه اتفعلي. خلاصي يا بنت الكلب بقى هي اللي كدابه. يعني هي ضربت بطنها بالشومه. معقوله انت عارفه انت عملت ايه؟ انت كده هتخليني اقطع خبرك واطلع روحك. ايوه ما انتوا اللي بايديكوا تموتوا وتدبحوا في المخاليق بتوع ربنا. اطفوا يا عمده. اطفوا عليك انت وامثالك. انت يا ولا ايوه قول له يجيب كرباك من الديوان. هم هات كرباك من الديوان. وانت يا ولا قول له كتفها وارميها هنا في الارضيه. كتفها وارميها في الارض هنا. فين العصاية؟ فين العصاية يا ولاد الكلب؟ خير ان شاء الله. خير يا حبيبتي. بقى خالد بيه عرف يلعبها صح واستغل موضوع العمده بتاع طلب الجهاديه ده استغلال جامد قوي ولعبها مع اللي فوق لعب جامد قوي. اتمنى انت يا جماعه وجاهز على بكره يبقى معزول ومسجون كمان. معناته ايه الكلام دي؟ الظاهر الجماعه اللي فوق مرتبين شويه حاجات تحصل في البلد اليومين دول وحاجات يعني تخصنا احنا برضو عشان كده عادل بيه قال لي انزلي وقعدي معاهم هنا في البلد. غرفة عمليات يا عم. عمليات؟ معناته ايه؟ نقلب الدار مستشفي؟ القصد يا سيدي كده منتهى. انا اتصلت بيا ونزلت على مصر وجبتها معايا لحد هنا. ليك ابو العيله لعمدة كفر بشوكة. يا شيخ عيسى الحانة يا شيخ عيسى الله يسيح. في ايه 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 غفير وائل في ايه؟ العمدة ماسك البنت حمدية نازل فيها ضرب هيطلع روحها ومحدش قادر يحوشها منه. استغفر الله العظيم. والراجل ده اتجنن ولا ايه؟ طب روح انت يا عم وائل وانا جاي وراك. الحانة بسرعة يا مولانا. احسن بنت دي لو ماتت هيلبسهاني هيلبسهاني يا مولانا. عايزة تتصل عمدة الصغير يا بنت الكلب. اهدى يا عمدة استعيذ بالله من الشيطان يا راجل. اعوذ بالله من الشيطان. بقول لك ايه يا سيدنا انت ما وراكش غيرنا في الليله البيضه دي ولا ايه؟ يا جماعه حد يفك الست دي هتموت مننا. يفك ايه؟ انا اللي حد هيقعد ناحيتها منكم يا بهايم انتوا. جراهي يا عمدي انت هتسيب حبتك تتبعتر في البلد ولا ايه؟ دي حساب يخاف ما يختشيش. لازم تاخد على دماغي دي. لازم تقلع ملطه وتتحط على حمار خلف غلاف وتلف بيها البلد كلها. ايه اللي انت بتقوليه بس ده يا ست فاطمه؟ وانت مالك انت؟ انت ايش عشاشك في اللي بينا؟ اتجري انت على الله شوف وراك ايه روح اعمله. يا عمده كل شيء وله دواه والست دي لو غلطانه تاخد عقابها. لكن تاخد عقابها بالقانون اللي انت متولي عليه. قانون؟ قانون ايه يا ابو قانون انت؟ السرم دول ما ينفعش معاهم غير ضرب الكرباج. معلش اصل انت مش من البلد دي. روح بقى شوف وراك ايه واعمله. وانت يا غفير الغبر انت قوم رجلابك يا عمده. اسحب البهيمه دي وهي متكتفه كده لحد الزريبة وارميها تحت البهاي لحد ما انا فوق ليه. انت بتنح كده ليه يا علي؟ ما تعمل بقولك عليه. حاضر حاضر كمان. استنى يا راجل يا طيب. يا عمده لو سمحت هما كلمتين ممكن كلمتين من فضلك؟ كلمتين ايه اللي من فضل؟ لا هو فضل ده اللي رايح واللي جاي. لا يا سيدي من فضلك انت هونا ورنا عرض كتافك. يلا يا بطني سلامتك من القاه يا ست فاطني. وانت يا وليه انت اطمنت عن نونو؟ لا تكون البنت دي فقعت له عين ولا حاجه. اطمن يا عمده الواد علي بس الضربه كانت شديده على بطنها ربنا يستر. يا بطني يا
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز مني ايه يا ابو ليلى؟ ايه؟ مش تطلب حاجة الأول؟ تشرب شاي ولا قهوة؟ سيبك من الشاي، الشاي كتير. عايز ايه يا ابو ليلى؟ أنا عايز كل خير. الخير الكتير قوي ليا وليك يا عم شيخ. شوف يا سبحان الله، آخر مرة أسألك السؤال ده، عايز مني ايه يا ابو ليلى؟ جرى ايه يا مولاني؟ بقول لك عايز الخير الكتير ليا وليك. لازمته ايه انك تخاف مني؟ انا خايف بس الاكتر من الخوف انني مش عايز اي ابو ليلى في حياتي دلوقتي. لا ده دي الكلام الغلط بقى، ده انت عايز ابو العيلة خالص زي ما ابو العيلي عايز الشيخ مبروك خالص. هات من الاخر ابو ليلى، عايز ايه؟ دغري كده وبدون مقاطعي، أنا محتاجك ويا اليومين اللي جايين دول. ايوه محتاجني ازاي يعني؟ سيبني اقول اللي عندي الاول وبعد كده قول اللي نفسك فيه. قول يا ابو ليلى وسمعني. عتمان مش دلوقتي بيوقع، والمطلوب امسك اللوكشه دي كده، والله ما لحقت اعدهم. تقدر تقول كده يعني دي هبال ريق عربو محبه يا عم شيخ. واضح ان انت فهمتني غلط يا ابو الهيلة، انا قصدي المطلوب مني مش اكتر من انك تنور لنا طريقنا يا عم شيخ. ها نجيب شاي ان كان ولا بوت. هات شاي يا ولد. دول عيال حمدية يا عم الشيخ، لانهم في التراب نايمين فوق بعض من البرد، يرضي ربنا ده؟ يا سلام، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت لازم تشوف لك حل في عتمان ده يا شيخ محمود. دول لو اتاخدوا معمون في الحجز اللي رموه فيه ده كان اهون من وهي غباشي ياك، صعبانين عليك العيال وامهم. مش دول عيال حمديه؟ ها حمديه اللي كنت تجيني زاعج ومتعصب، دي عملت وسوت وانا راح اقتلها، انا هولع فيها النار وما اعرفش ايه. ايوه يا شيخ محمود، بس دي حاجه ودي حاجه. وعتمان ما طلعش امهم على كده من عشيه؟ دي ممكن تكون ماتت وشبعت موت ودفنوها من غير ما ندرى. احنا هنغلوا كده كتير ولا ايه؟ شوف بقى يا شيخ محمود، إما تشوف حل ولا والنعمة الشريفة لن كل مولعين فيه وفضال. يعني هو عشان عايز له حتة عين يموت البلد كلها ونموت كلنا معاه؟ وبعدين حمدية عملت إيه يعني عشان يحق له يعمل فيها كده؟ يا أبوي كفاكم كلام يا وكل ناسكم، كفاية كلام 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 وكله على الفاضي. كل ما عتمان يعمل له عملة نصور ونفور ونقول رح نعمل وحنسوي، بيعمل كده ليه؟ ويفوت اليوم وتصبحوا ناسيين. عمايل عتمان دي ما مسؤولش عنها الحال هو، لا احنا كمان ربنا راح يحاسبنا عليها. اهي بلوتكم دي هي اللي طرحت عتمان، هي اللي وسعت خشمه وخلته طايح في الخلق وداير يبلع. يعني ايه بقى يا شيخ محمود؟ شو علينا انت يا شيخ محمود نعمل ايه واحنا نعمل؟ يعني هنعمل ايه؟ وقت التفاهم مع عتمان والأخذ والعطا راح خلاص. خلينا في الفعل بقى يا مولانا، ما بديهاش، بس أقولك نعمل ايه؟ اللي ليكم عندي كلام رب العزة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وفهموا انتوا عاد الكلام. بقول لك يا أم الغايب، خد العويلات دول نظافة وأكل وسبوح ما وصكيش. يلا 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 قدامي يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا غيرت هون،
تعال. ايوه جنابك، امر جنابك. عايزكم تجمعوا نفسكم وتلفوا البلد كلها، بيت بيت وجحر جحر وغيط غيط ونفر نفر. بلغوا الجميع اللي عليه مديونيه يجي يدفعها النهارده قبل بكره، والا الحجز والسجن والبهدله. يبقى هترمي البلد كلها في الحجز يا عمده، محدش معاه يدفع. اخلص يا واد انت، انت تعمل اللي اقول لك عليه وبس. يلا كيس حضور. يلا في ده. وزعوا نفسكم، كل حمار في ناحيه. ربنا خلصنا منكم، اعوذ بالله. ايه ده؟